كنتي في ماكلتي ولقائنا متواصل مع البروفيسور عبد اللطيف بور رئيس الجمعية المغربية لعلوم التغذية وأستاذ التغذية بجامعة بنو طفيل بقنيطرة. صباح الخير أستاذ بروفيسور. صباح الخير. صباح الخير مدام جيهان، لاباس عليك؟ كسمحتوا كل شيء بخير مزيانين؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. راك واقيلا غادي لقنيطرة، غادي عند الطلبة. الله يسر الأمور. الله يكمل الرسالة على أحسن وجه إن شاء الله. يا ربي. سي عبد اللطيف بور، رحنا كنرتكبوا واحد السلوكيات خاطئة في التقدية ديالنا، وملي كنمشيو للمارشي يمكن ما كنعرفوش نتقداو، يمكن شي حويجات كيغفلوا علينا، ما كنعرفوش شنو هي أهمية وجودة المواد الغذائية اللي معروضة قدامنا. اليوم ندورو معك شوية في السوق ونتعرفوا على كيفاش نتقداو. لأن سبقنا هضرنا شوية على بعض المواد الغذائية، مثلا هضرنا على اللحوم كيفاش الواحد يقلبها، كيفاش يشوفها، كيفاش يشتريها. هضرنا على الحليب والمستقات ديالو، هضرنا على الدجاج، هضرنا دابا ظهر ليا جا الوقت باش نهضروا شوية على واحد المادة اللي هي مستهلكة شوية كثير عندنا في البلاد، هي الحوت. وكنرجع ديما لواحد ثلاثة ديال المعايير اللي كيخص الإنسان يديرهم في باله. كاين أولا الرائحة، يعني الريحه كتعني، وكاين القيم، وكاين المظهر الخارجي، الشكل يعني باش محطوطه وكيفاش معروضه. الا خدينا غير الحوت مثلا، الحوت الطري كيكون باين، كيكون مثلا براق، وكيكون الا خدينا مثلا لان الحوت كيتباع على بزاف ديال كاين الحوت كيتباع مجفف، كاين اللي كيتباع هذا في الاحواض كاع. كاين كيخصب هذا اول حاجه نشوفوا الجسم ديال الحوته، خص ما تكونش ديك الحوته عليها شي صروخات، ولا تكون عليها شي جرح، ولا شي ممكن تكوكا في شي بلاصه الى اخره، خصها تكون سليمه. ومن بعد كنمشيو ديريكت للعينين كنشوفوهم. العينين هما يعني الا بغيتي تقول المعيار الاول، كيكونوا خص يكونوا بارقين مزيان وباهتي مزيانين، ويكونوا منفوخات شي شويه، ما يكونوش شي داخلتهم في الشوشات وغاديه القهوي، لان الا مشاو للقهوي يعني انه داك الحوت قديم وكان كونجولي وخرج. وكيخص نمشيو عاود نشوفوا نهزوا داك الخياشيم اللي من التحت، الخياشيم الحمرين اللي بروشي، وخصنا نشوفوهم الا كانوا حمرين مزيان، وداك الحموريه غاديه الزاهيه غاديه باش تكون يعني روز، باش تكون ورديه مزيان. الا كانت داك الشيء غادي للقهوي ولا غادي للكحوله، ولا الكحوله، ولا كتكون هذا قديمه، نسميو الريحه ديال الحوته الا كانت شي هذيك الريحه اللي غاديه لديك ريحه البحر، ريحه اليوم، ريحه هذيك كتكون زوينه. ونشوفوا داك لي زيكاي، دوك القشور الا كانوا لافقين على جلده راه الحوته غير خدها مزيانه حتى هي. الا كانت القشره شويه طالعه نعرفوها شويه راها، الا كانت القشره شويه طالعه رجلي الحوته راه بدات كتجفف، وسبق لها انها كانت مخزونه في كونجيلاتور وخرجات، وعاود كتشدي الحوته وكتحاولي ما بين يدك تحاولي تهزيها على العظم ديالها، اللحم ديالها على العظم. الا تفكلك دغيا عرف الحوته قديمه، غير لوحه قديمه بزاف. الا كتحس واحد التماسك، واحد التمازج بيناتهم، عرف الحوته مزيانه. وثاني عاود غتشد صبعك الكبير وغادي تكون به على الحوته تكا به. الا بقات الاماره عرف بلي ديك الحوته قديمه. الى رجعات لبلاصه هذيك الاماره كتعرف بانه الحوته مزيانه غير خذها. انا قلت لك كاين دونك الريحه، كاين المظهر الخارجي، هذا الحوت الى بغينا نقولوا كيف ما كان نوعو. حتى الحوت اللي كيكون يعني كونجولي خاصك تقلب حتى الكونجيلاسيون واش مزيانه ولا لا، لان ملي كتورك عليه خاصك ما تلقاش شيء، ما تلقاش بانه فيه شويه ديال العشاشه، كتلقى بانه قاصح بزاف، لانه الكونجيلاسيون ديالو يمكن لك حتى هو تستعمله، لان حتى الكونجيلاسيون انا بغينا نستعملوا هذه المفردة ديال النعمه عطاها لنا الله التكنولوجيا، اللي كتجعل انه كتوصل ما بين الانسان اللي كيحسوا نقدروا نقولوا حنا المنتج ولا البروديكتور حتى المستهلك ولا المواطن. الكونجيلاسيون راه عطاها لنا الله لانه كتوقينا من الامراض ومن بزاف ديال المسائل. غادي نهضر لك عاود على حاجه اخرى كنتي قلتيها واحد النهار، قلتي كنتي كدوري في شي سوق ولقيتي بان بعض الرفوف الخبز مصوف. دابا الخبز ديما الواحد يرد له البال لواحد الحاجه، كاين حيت الخبز كيتباع اما في اكياس بيضاء واما في هذا كتشوف على الصاشيات ديال بلاستيك، حتى الصاشي ديال كيستعملوا في الاسواق الكبرى. الاسواق الكبرى بعدا الخبز قد ما لقى الانسان ياخذه من الفران وفي نهارو
وبلدي وبلدي وديال اليد ما كرهناش. راه قلنا البلدي لان الخبز البلدي وكيكون عامر بالالياف والفيتامينات من مجموعات باء ومزيانه للمخ ومزيانه للولاده والعظم والعظم الى اخره. داك الشيء معروف دابا الحمد لله ولاو كيسمعوا الناس كتردد عليهم بحال هذا الرسائل. بدا الوعي بدا الوعي بداو الناس كيوعوا كيعرفوا شنو هي الحاجه مزيانه. هذا من الجمعيه المغربيه لعلوم التغذيه من الاهداف ديالها الرئيسيه هو الوصول الانسان اللي كيكون بعيد ولا بعيد الرسائل. كنحاول نبسط الرسائل العلميه باش توصل لنا للناس ديالنا باش يعرفوا. وفقكم الله والله يكثر خيرك. اذا قلنا على الخبز 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 قلنا اذا كانت الاكياس اول حاجه ما تمشي عين كلها تمشي لمده الصلاحيه. وقد ما كانت مده الصلاحيه يعني بعيده على على خير الانتهاء اجل الانتهاء قد ما مزيان. يعني تشتري حاجه باقي عندها سورتو الخبز وكتشوف ذاك الاكياس الاكياس ما خصش تكون عليها شي جرح ولا شي تنفس وتشوف ذاك الخبز واش ما فيهاش فيها طبعات بعض الطبعات كحلين ولا خضرين ولا تصوفين. اذا كان بحال هذا الشيء بعيد عليه. وكتشوف حتى ذاك الروف علاش محطوط ذاك الخبز. اذا كان ذاك الروف فيه شي غبره ولا فيه شي وسخ ولا شي حاجه من الاحسن هي الانسان يبعد منه ويحاول ما يشريش ويحاول يلوحو. هذا هو الميساج اللي خصني نقول على الخبز لانه مهم. وكنأكد بزاف على التاريخ وعلى وعلى الطراوات. الخبز خصو يكون مزيان وما يكونش قاصح يعني تجفف وما يكونش بزاف ديال الحوايج. نعم نمشيو للدهون. واخا الزيوت نهضرو على الزيت. الزيت الاحسن اللي خص الانسان يشري هي الزيوت. يعني الا بغينا نجمعوا الدهون من ناحيه يعني مصطلحات تغذويه الدهون راه فيها الزبده فيها الشحمه فيها ديال الدجاج فيها الشوكولات فيها فيها مشتقات الحليب فيها مشتقات الحليب الكريم الى اخره. المارغرين سيرتو ديك المارغرين كنوصي عليها قد ما لقاو الناس يبعدوا عليها. علاش؟ لان المارغرين هو زيت نباتي ودوزو في واحد العمليه صناعيه كتسمى الهدرجه ليدروجيناسيون. اييه مهدرج يعني شنو كتجي كديك الزيت اللي كانت ماده سائله كيشدو يجمدوها تغيير غير طبيعي. نعم. اللي كيرجع ميسيز الترونس كوموندي باللغه ديال الكيميائيين وكترجع قاصحه قاصحه مجمده كتولي زبده. كيقول لك هذه زبده طبيعيه نباتيه. لا هذيك راه فيها سكون ابيل الاحماض الدهنيه ترونس. نعم. خطيره بزاف كتكون فيها وكتكون في البسكوتات اللي كياكلوهم البسكويت اللي كياكلوهم الوليدات وكتكون هذيك مهدرجه فيها بزاف ديال لي زاسيد غراس. وشنو الزبده وشنو الزبده اللي تنصحنا بها بروفيسور؟ لا الزبده بحال دابا البلديه ولكن غير في القياس لان حتى هي كتبقى مجهده شويه كتبقى شي شويه مجهده وكتبقى دهون. لان الدهون ما تنساش عندها جوج العمليات. الا كانت مشبعه شنو الدهون المشبعه؟ يعني كتخليها وفي شويه ديال البروديه كتقصح. هذيك خطيره لانه كيما كتقصح تما كتقصح حتى في وسط الشرايين وكتعطي امراض القلب والشرايين. نعم. وكاين عاود خاصيه اخرى ديال الزبده هو انه الزبده دهن دهن ماده دهنيه وماده دهنيه غرام واحد كيعطيك 90 كيلو كالوري ماشي بحال السكر ولا ولا البروتين غرام واحد كيعطيك 4 كيلو كالوري. يعني الا خديتي مدوبله هادشي حتى علاش زيت بلديه كنوصيو ما يفوتوش الناس جوج معلقات كبار ديال الزيت البلديه في الصباح وفي الصباح ما تيفطر بها في النهار في النهار في النهار في النهار ماشي في الليل. يعني علاش؟ لانه 20 غرام الا ضربتيها في 90 راه كتعطيك 180 غرام كيلو كالوري. والا زدتي عليها حوايج اخرين وحوايج اخرين وحوايج كتعطيك الكالوريات. الانسان كيولي يسمع ملي كتهضر معاه كيقول لا انا كناكل الزيت البلديه كتكثر منها وراه حتى هي حامض راه حتى هي غادير لك مسائل مشاكل الحموضه ومشاكل صحيه اخرى. علاش؟ رجعوا للدهون. الدهون اللي خصو يشري الانسان اللي يمشي خصو يحاول يشري ديك الدهون اللي كاينه في العبوات يعني في القراعي ولا في البلاستيكات اللي ما كتكونش شفافه بزاف ما كتكونش كتبين. أيه. علاش؟ لان الضو كيهلك الزيت. الضو ما كيخليلهاش القيمه الغذائيه ديالها. أيه. والزيت اللي كيخصو ياخذ الانسان ياخذ الزيت اللي يكون عارفه بحال دابا زيت الزيتون ولا زيت ارغان هادو مزيانين لان كاين بزاف ديال الزيوت كتكون مكتوبه عليهم دهون من اصل ولا زيت زيت نباتي. ولكن ملي كتجي كتلقاه يعني المصنعين كيديروا بعض الالعاب بحال هكا مع الناس باش كيبيعوا المنتج ديالهم كتلقاه خليط من هنا ولا خليط من هنا ولا خليط الى اخره الى اخره. هنا كنوصي ديما وعلاش انا الزيت الا مشى الانسان يشريها من معصره ولا شي حاجه ما كينباس وكتكون بعض المرات ديك المروره ديك نعم ما يهمش ديك المروره كتكون صحيه
راه هذوك الفينول اللي كاينين في الزيتون اللي كيعطيو داك مضادات الاكسده زوينه للقلب. نعم. كاين مشكل كي مشيتي للسوبر مارشي حاول تاخذ ديك اللي مكتوبه عليها اكسترا فيرج مثلا. أيه. هذيك راه مزيانه. نعم. وداك الزيت ديال نوار الشمس حتى هو اللي كنطيبو به وداك الشيء. أيه. ما كاين مشكل. شوف غير داك الزيوت غير اللي مشبعه اللي كتحطها وكتمشي وكترجع ولا كتكون طيبتي بها كتمشي وكترجع ولات قاصحه هذيك خايبه. الزيوت اللي ماشي مش يعني غير مشبعه كتكون مونو ولا بولي ساتوري يعني غير مشبعه احاديه اولا كثيره هذوك كيكونوا مزيانين. الامثله دابا نعطيهم لكم يعني في حصات اخرى. نعم. وفي حصات اخرى بروفيسور بور نبغيو نعرفوا حتى الزيت البلديه اللي بغى يمشي يشريها كيفاش يعرف الزيت البلديه الاصيليه والمزيانه لان حتى الزيت البلديه ولا فيها شويه الغش. اشنا هما لي ريغل دور ولا القواعد الذهبيه اللي ممكن نمشيو عليها في حياتنا؟ وهذا يمكن اخر سؤال بروفيسور بور وغدا نكملوا ان شاء الله وبعد غدا. مرحبا بك اكيد دائما. لا لي ريغل دور مزيان السؤال كنشكرك علاش؟ لانه كاين واحد القاعده ملي كنبغيو كنديروا حنا دابا سكون ابل ليدوكاسيون نيتريسيونيل التربيه الغذائيه. والتربيه الغذائيه كتحط على واحد النقطه خصك تبقى تعاود الرساله تعاودها. هذا السؤال اللي عطيتي لها كتفرح فين ما مشيتي كتسمعوا. ولكن مزيان عاودتيه دابا علاش؟ لانه غادي نعاود نقولوا عاود سمعوا الناس. اولا شرب الماء ما كنشربوش الماء في المغرب بزاف الناس ديالنا ما عندهمش ثقافه في الماء. واحد اطرين في النهار ويقضي هذا الاطرين يطلع حتى لجوج حتى ثلاثه على الاقل. ولا انا خرجتي من الحمام بلدي اللي مزيان حتى هو عندنا من الخاصيات المغربيه ديالنا الحمد لله. ثانيا نشاط بدني يومي 30 دقيقه في النهار والمشي يكون غير المشي ما كنقولش حتى الرياضه لان الرياضه كتخلع. بحال الريجيم كيخلع. هو راه غير نمط غذائي خصنا نقولوا ما خصناش نقولوا راه غير كنقللوا من الكميات ديال الاكل ديالنا. لا لا نمط غذائي لان الريجيم كيتعطي لواحد اللي عنده شي مرض ما. نعم. يعني النشاط البدني يومي 30 عند الكبار وعند الدراري الصغار 90. اييه 90 دقيقه واخا تكون مفرقه لانهم عندهم تبارك الله الطاقه بزاف وكيبغيو يخرجوها. وثالث قاعده يمكن هي التنوع الغذائي. الغذائي يكون متوازن يخص كاع لي جروب كاع المجموعات الغذائيه تكون حاضره في النهار ديالنا. يعني كيخص وحتى الحليب والمشتقات ديالو كيخص ثلاثه في النهار ثلاثه. نعم. لانه حنا اللي جينا نشوفوا المغاربه ما كنسلكوش الحليب نهائيا قليل بالنسبه لما هو موصى به. نعم. وعاد زيد خص نقللو من الملح ما يكونش ملح الطعام لان غير ديك الخضره وديك الطاجين وديك الشيء فيه ديجا الملح. شكرا لك. نعم. لكن بس نزيد لأن باقي ما يتقال لكن مرة أخرى مرة أخرى إن شاء الله غدا بإذن الله. باقي غدا وبعد غدا توصل إن شاء الله لوليداتك كنقول لوليدات الطلبة ديالو لكن إن شاء الله كل صحة وعافية وفي أمان الله. شكرا لك بروفيسور. العفو بروفيسور عبد اللطيف بور إلى اللقاء.